البداية دايماً كالعادة بتكون بأهم عناوين الحلقة. الخطيب يبدأ مرحلة نقاهة بعد النجاح في ألمانيا. الأهلي يختتم تدريباته الليلة استعداداً لمواجهة الوصل الإماراتي. الدرندالي، مباراة الوصل مهمة ولدينا ثقة كاملة في تحقيق الفوز. محمد يوسف، جئنا للإمارات من أجل تحقيق الفوز فقط. عامر حسين، لا نية لإلغاء الدوري مهما كانت الظروف. أجاري مروان، مهاجم متميز، وصلاح محسن سابق سنه. بند يمنع محمد صلاح من الانتقال لبرشلونة.